وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وتمنياته لهذه القمة بالتوفيق والنجاح. ويطيب لنا أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة على ما لقيناه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد أولت المملكة العربية السعودية خلال رئاستها للدورة 32 اهتماما بالغا بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشترك، وحرصت على بلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استضافت المملكة القمة العربية والإسلامية المشتركة الغير عائدية لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصدر عنها قرار جماعي تضمن إدانة هذا العدوان ورفض تبريره تحت أي ذريعة. وتشكلت إثر ذلك القمة لجنة عربية إسلامية مشتركة من وزراء الخارجية لبدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء لوقف الحرب على غزة، وقد أطلقت المملكة حملة شعبية لمساعدة الأشقاء في فلسطين تجاوز 700 مليون ريال سعودي، وسيرت جسور جوية وبحرية لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة، وواصلت دعمها لجهود المنظمات الدولية في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها القطاع. وفي هذا الصدد نؤكد ضرورة مواصلة العمل المشترك لمواجهة العدوان الغاشم على الأشقاء في فلسطين، وقيام المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه الوقف الفوري للعدوان قوات الاحتلال وإيصال المساعدات الإنسانية، وضرورة العمل لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مبني على القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وترحب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 قرار يتضمن أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتدعو مزيد من الدول للمضي قدما بالاعتراف الثنائي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمية. ومن هذا المنطلق تتواصل المملكة العربية السعودية تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن، ورعاية الحوار بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة. وقد استضافت المملكة محادثات جدة بين طرفي الأزمة في السودان من أجل تثبيت الهدنة والتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة بما يحفظ للسودان الشقيق سيادته ووحدته، ويمكن من استعادة أمنه واستقرارته ومسيرته لمستقبل أفضل بإذن الله. وتؤكد المملكة أهمية المحافظة على أمن منطقة البحر الأحمر، وأن حرية الملاحة فيه تعد مطلبا دوليا يتعلق بمصالح العالم أجمع، وندعو إلى ضرورة توقف عن أي نشاط تؤثر على أمن وسلامة الملاحة البحرية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
نحن على ثقة بما تشهده المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية لن يحول دون استمرار جهودنا المشتركة لمواجهة هذه التحديات والمضي قدما لمواصلة مسير التطور والتنمية المستدامة بما يعود بالرخاء والازدهار للدول العربية ويحقق آمالها وتطلعاتها. وفي الختام سرنا تهنئة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمسؤولية توليه رئاسة الدورة 33 للقمة العربية، سائلي المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه في أداء هذه المهمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد منهم كافي. اسمح لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، معالي الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمنا وباسم أهل البحرين يسعدنا أن نرحب بكم إخوة أعزاء وأهلا كراما في داركم التي تتشرف بانعقاد هذا اللقاء العربي المبارك، لنجدد معكم العزم والأمل المشترك لمستقبل واعد لأمتنا العربية نستبشر فيه الخير والرخاء لشعوبها وشعوب العالم كافة. ويشرفنا تسلم رئاسة القمة من أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، مقدرين له جهودها البناءة ومبادراتها القيمة خلال رئاسته للدورة السابقة، وبدعم كريم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما يطيب لنا أن نعرب عن بالغ الشكر لمعالي الأخ الموقر السيد أحمد أبو القيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وفريقه المتميز على ما تفضلوا به من تعاون مثمر واستعدادات فائقة التنظيم تحضيراً لأعمال هذه الدورة المهمة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تنعقد قمتنا العربية اليوم وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد من حروب مدمرة ومآسٍ إنسانية مؤلمة وتهديدات تمس أمتنا في هويتها وأمنها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. ومع استمرار هذه المخاطر المحيطة بأمننا القومي العربي، يتزايد حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا لحماية مسيرتنا العربية المشتركة ولفتح صفحة جديدة من الاستقرار والتنمية تقربنا من تطلعاتنا المشروعة كقوة حضارية قادرة على فهم متطلبات العصر ومواكبة عجلة تقدمه. وفي ضوء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إنكار لحقوقه المشروعة في الأمن والحرية وتغرير المصير، تزداد حاجتنا لبلورة موقف عربي ودولي مشترك وعاجل يعتمد
طريق التحاور والتضامن الجماعي لوقف نزف الحروب وإحلال السلام النهائي والعادل كخيار لا بديل عنه. إن أردنا الانتصار لإرادتنا الإنسانية في معركة السلام، وإذ نجتمع اليوم من أجل فلسطين، فإننا لنؤكد بأن مصلحة شعبها يرتكز على وحدة صفه كهدف منشود لا حياد عنه، وستظل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي لهذه الوحدة. ومن دون شك فإن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة سيأتي بالخير على الجوار العربي بأكمله، ليتجاوز أزماته ولتتلاقى الأيادي من أجل البناء التنموي المتصاعد دعماً للأشقاء الفلسطينيين جميعاً. وسبيلنا لذلك نهج التناصح والحوار السياسي الجاد، وهو ما نأمل رؤيته قريباً في أرجاء عالمنا العربي. ويتزامن اجتماعنا هذا مع احتفاء الأسرة الدولية باليوم العالمي للعيش معا بسلام، ولتجسيد هذه القيمة الحضارية وتحويلها لواقع نعاصره ونعايشه، فيجب أولا التوافق على اعتماد خيار السلام كخيار استراتيجي لا قناعا لصون مسيرتنا الإنسانية وتأمين وصولها لقدها المشرق. ومن هذا المنطلق تتقدم مملكة البحرين بعدد من المبادرات للإسهام في خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة وتنميتها، وأولها الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة، ومقترح خاص بتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة، ومبادرة تهتم بتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي. ونتطلع إلى تحقيق كل ذلك من خلال قنوات العمل العربية المشترك وشراكاتها الدولية. إن نجاحنا في التقدم والبناء الحضاري لامتلاك استحقاقاته لهو مرتبط بقوة إيماننا واستمرار سعينا لتحظى شعوب المنطقة بأجواء السلام الدائم، وأن تعتاد الأمان، ولتنعم بجوهر التنمية الشاملة والقائمة على العدالة والمساواة وتعزيز حقوق الإنسان وحماية حرياته. آملين بأن نصل بمشاوراتنا وقراراتنا لما يسهم في إعادة التأسيس لحاضر مزدهر ومستقبل مشرق تستحقه أجيالنا القادمة، وأن يكون لقاءنا المبارك منعطفاً تاريخياً بناءً لدولنا وعالمنا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لإلقاء كلمته فليتفضل. شكرا صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، أصحاب الفخامة والسمو، السيدات والسادة،
اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر وعميق الامتنان لكم جلالة الملك، ومن خلالكم إلى شعب مملكة البحرين الحبيب الكريم وحكومتها على ما أحطنا به من رعاية وكرم وحسن وفادة، وأن أهنئكم على تبوؤكم رئاسة القمة في دورتها 33، وأدعو الله أن يوفقكم إلى ما فيه خير أمتنا وشعبنا. كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما بذلته الرئاسة النشطة للمملكة العربية السعودية خلال القمة الماضية، والتي تزامنت مع أحداث انجزام شكلت تحدياً كبيراً للعرب وللجامعة العتيدة. جلالة الملك، إن هذه القمة تعقد اليوم في ظروف استثنائية، فالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة بكل ما ينطوي عليه من وحشية وتجرد من الضمير يمثل حدثاً تاريخياً فارقاً، ولن تنسى الشعوب العربية ذلك العنف الأعمى الذي أظهره الاحتلال الإسرائيلي، وهو يستهدف النساء والأطفال ويطارد المهجرين والمشردين من ملاذ إلى آخر بالقنابل والرصاص. وقد صار العالم كله مدركاً لحقيقة باتت ساطعة، وهي أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان، فالاحتلال لا يمكنه الاستدامة سوى بممارسة التطهير العرقي وبالإمعان في فرض واقعه الغاشم بقوة السلاح. أما طريق السلام والاستقرار في هذا الإقليم فيقتضي منهجاً مختلفاً، يقتضي تخلي الاحتلال الإسرائيلي عن أوهام الاحتفاظ بالأرض والسيطرة على البشر، ويقتضي الإنهاء الفوري للاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 67. لكن للأسف ما رأيناه من الاحتلال عبر الشهور الماضية، وربما أيضاً لعقود طويلة، يشير إلى أن الأوهام لا زالت تحكم التفكير، وأن تصورات القوة والهيمنة العرقية لا زالت تسيطر على السياسات. وللأسف قدمت بعض الدول الغربية غطاءً سياسياً، بالذات مع بداية العدوان، لكي تمارس إسرائيل هذا الإجرام في قطاع غزة، واليوم يقف حتى أقرب أصدقائها عاجزاً عن لجمها. إن النكبة التاريخية لم تمحو الفلسطينيين من الوجود، لم تخرجهم من الجغرافيا، ولم تشطبهم من التاريخ، فأبناء أبنائهم هم من يمارسون هذا الصمود الأسطوري اليوم على أرضهم في قطاع غزة وكافة ربوع فلسطين. إن التهجير القسري مرفوض عربياً ودولياً، مرفوض أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً، مرفوض ولن يمر. إن أحداً لا يريد العودة إلى اليوم السابق على 7 أكتوبر، وما يرتكبه الاحتلال من فظائع وشناعات في غزة لن يعيد إليه الأمن. إننا نريد الانتقال إلى المستقبل، وليس العودة إلى ماض مأساوي أوصلنا إلى هذه النقطة، ولا مستقبلاً آمناً في المنطقة سوى بمسار موثوق لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية. إننا نطالب المجتمع الدولي بمن فيه أصدقاء إسرائيل، بل بالأخص أصدقاء إسرائيل. نطالب المؤتمر الدولي، مثلما تحدثتم جلالة الملك، للسلام يجسد رؤية الدولتين التي تحظى بالإجماع العالمي، وبالعمل على مساعدة الطرفين ومرافقتهما لتحقيق هذه الرؤية في أجل زمني قريب ومضبوط ومحكوم، إنقاذاً لمستقبل الشعوب الذين يستحقون السلام والأمن في فلسطين والعالم العربي وفي إسرائيل أيضاً. جلالة الملك، إن أزمات المنطقة العربية لا زالت مفتوحة، والكثير من الجراح لم يلتئم. الجرح في السودان غائر وخطير، لأنه يهدد بقاء الدولة ووحدة مؤسساتها الوطنية، ويهدد حياة الملايين من الناس. وأنني أدعو الجميع إلى إسكات البنادق فوراً، صوناً لحرمة الدم السوداني الغالي ولوحدة الوطن المهدد بالانقسام.
ومن أجل الجيران أيضا. وفي اليمن وليبيا وسوريا أزمات أنهكت الدول والشعوب، أزمات مجمدة تنتظر حلولا وتسويات تستعيد الأوضاع الطبيعية التي تتطلع إليها الشعوب في هذه الدول وكذلك جيرانهم ممن طالهم أذى هذه الأزمات وتبعاتها الخطيرة. إنني أدعو وأعمل بلا كلل للاستمرار ومواصلة الجهد من أجل إيجاد حلولا عربية للأزمات العربية. جلالة الملك، يمر العالم بحالة غير مسبوقة من الاستقطاب المنذر بالخطر والخسارة للجميع، وينأى العالم العربي بنفسه عن أن يكون طرفا في استقطاب نرى بوضوح مآلاته السلبية على العالم، ونستمر من خلال الجامعة العربية في إدارة علاقات متوازنة بين المجموعة العربية والشركاء والمجموعات الدولية من الشرق والغرب والمجتمع الدولي، علاقات تتأسس على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة ولا تحمل انحيازا لطرف ضد طرف أو اصطفافا في صراعات يخرج الجميع منها خاسرا. وبالمثل تسعى الدول العربية في علاقاتها مع جيرانها في الإقليم إلى علاقات بناءة من حسن الجوار تتأسس على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فهدف الشعوب العربية هو التنمية ومواجهة المشكلات القائمة. والكثير من الدول العربية يتبنى خططا طموحة تهدف إلى وضع المنطقة العربية في مكانها اللائق على الساحة العالمية. ونؤكد هنا أن العمل الجماعي مثلما قلتم جلالة الملك هو السبيل إلى تحقيق رخاء الجميع، فلن يخرج العرب من عثراتهم إلا بالتضامن مع بعضهم البعض، ولن ينهضوا إلا معا. على الله قصد السبيل. شكرا لإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر معالي الأمين العام على كلمته. الحضور الكرام، يشاركنا في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية ضيوف أعزاء يمثلون المنظمات الدولية والإقليمية، فأهلا وسهلا بهم. والآن أدعو معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة لإلقاء كلمته، فليتفضل. Your Majesty King Ahmad bin Isa Al Khalifa, thank you so very much for your kind invitation. على هذه الجلسة وعلى هذه الضيافة العظيمة، أصحاب الجلالة، أصحاب السمو، أصحاب الفخامة، الأمين العام سيد أبو الغيط، لقد ولدت في لزبون، هي جزء من الأندلس، وكانت مركز الحضارة في إسبانيا، وهي كانت مركز بغداد ومركز الحضارة في العالم أيضا. التاريخ يتحرك ويمضي، والجانب الاقتصادي والعسكري والاقتصادي غير العالم في الوطن العربي، إن معظم الدول العربية تم استعمارها منذ عقود وقاتلت للتحرر، وبعضها كان حروبا أيضا، ولابد من استغلال هذه الثروة أيضا في هذه الحالة. لكن اليوم مرة أخرى العالم يتغير، وإننا نشهد الكثير في الوطن العربي، ولدينا الموارد ولدينا الثقافة ولدينا الشعوب أيضا. إن الشروط والظروف للوحدة والنجاح في هذا العالم، والرؤية أيضا مهمة جدا التي تحد من تصاعد الصراعات أيضا والإرهاب في الوطن العربي والعالم، ومن أجل التطور ومن أجل ثقافة ورفاهية الشعوب والتغلب على هذه الأشياء يتطلب الكثير من المعالجات أيضا
وكذلك الجهود people of the Arab world and beyond. أيوة تمام. Excellencies, we gather as hearts are معاً يمكن أن نعلن عن تعاطفنا مع الفلسطينيين في غزة. إن الحرب في غزة تتسبب في كثير من الإصابات وأيضاً تسبب آثار كبيرة على المنطقة بأكملها. وعلى هذا المستوى تعتبر هذا الصراع الأكثر دموياً خلال فترة تولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة. وبالطبع لا يمكن لا يوجد ما يسبب وما يبرر هذه العمليات التي بدأت في 7 أكتوبر، وأيضا لا يوجد ما يبرر هذه الخسائر الكبيرة، ولا يمكن لأي سبب أن يبرر العقاب الجماعي الذي ينفذ على الشعب الفلسطيني. إن عدد الإصابات في صفوف المدنيين متزايدا، والكثير من الأطفال قتلوا وقد جرحوا بسبب هذه الصراعات. أيضا هناك نقص شديد في الوصول إلى الإمدادات الخاصة بالأحياء، وأي عمليات في رفح غير مقبولة سوف تتسبب في مأساة كبيرة وجديدة، في حين أننا في حاجة ماسة إلى إدخال المساعدات. إنه حان الوقت لوقف إطلاق نار فوري للأغراض الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. الأونروا لا زالت وستظل هي العمود الفقري للإمدادات الإنسانية للاجئين وللفلسطينيين في المنطقة، وتحتاج إلى الدعم الكامل والتمويل. أيضا أنا لدي كثير من المخاوف بشأن ما يحدث في القدس وفي الضفة الغربية فيما يتعلق بالاستيطانات الغير القانونية من جانب إسرائيل، واستخدام القوة الغاشمة من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية، والتسبب في التدمير والطرد للسكان. لابد مني أن يكون هناك قرار نهائي من أجل وقف هذا العدوان والوصول إلى حل الدولتين. إسرائيل وفلسطين يعيشون جنبا إلى جنب في أمن وسلام، والقدس عاصمة لكلا البلدين. إن التقسيم الديموغرافي والخصائص الخاصة بالقدس لابد من الحفاظ عليها، ولابد من الحفاظ على كافة الأماكن والبقاع المقدسة. أيضا بمساعدة الأردن يمكن الوصول إلى هذا الأمر. أصحاب السعادة، بالعودة إلى موضوع السودان، هناك حرب مدمرة وتؤثر بشكل كبير على المواطنين وتحتاج إلى مساعدات إنسانية. عندما قتل الآلاف أيضا بسبب هذه التهديدات والمجاعة، أحث المجتمع الدولي لتكثيف كافة الجهود للوصول إلى السلام، ودعوة الطرفين المتحاربين بين لوقف إطلاق النار. وأيضا هذا يتطلب العمليات السياسية والكثير من الجماعات المشاركة، وأنا أتعهد بكل الدعم من جانب الأمم المتحدة. لابد أيضا من حماية كل العمليات الخاصة بليبيا واليمن التي تدعو إلى السلم والاستقرار. إن اللاجئين، وكما شاهدت كرم الشعب السوري، لقد حان الوقت لأن يكون هناك إنهاء لهذه المعاناة، وأيضا إخلاء هذه المناطق المحتلة وعودتها إلى بلادها وسلطاتها. وأدعو الشعب السوري للوحدة والتضامن بغض النظر عن التنوع وبغض النظر عن الاختلافات، ولكن لابد من احترام الحقوق الإنسانية. بالسعادة، نحن نواجه الكثير من الكوارث العالمية، التغير المناخي، وأيضا الفقر والمجاعة والديون، والتكنولوجيا الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تسيطر على الحوكمة وغيرها. نحن في حاجة إلى منصات من أجل الأنظمة متعددة الأطراف، من مجلس الأمن والمنظمات التمويل العالمية. لابد أن تكون هناك جهود دولية وتمثلها الكثير من المنظمات حاليا، ولابد من تحقيق هذه الإجراءات على أرض الواقع. إن القمة التالية في المستقبل سوف تعطي مزيدا من الفرص للدفع ولتحقيق دفعة قوية للتعاون المتعدد وتحقيق العدالة في العلاقات الدولية. أتطلع إلى الترحيب بكم في القمة في نيويورك في شهر سبتمبر.
أصحاب السعادة، لا يوجد أفضل من هذه اللحظة أن يتوحد العالم العربي. الوحدة والتضامن خلال العالم العربي سوف يعزز ويضخم ويوسع من كافة المجالات الخاصة بالتعاون من أجل تحقيق كافة المساعي المشتركة من أجل الوصول إلى السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والمساهمة في الخير للعالم والرفاهية للعالم ودعم الأمم المتحدة، وأعلنه من وجهة من جانبني، وشكرا لكم جميعا. نشكر معالي الأمين العام للأمم المتحدة على كلمته، معربين عن الشكر والتقدير لجهوده ومواقفه الداعمة للقضايا العادلة ليس في الوطن العربي فقط ولكن في العالم أجمع. وندعو الآن معالي السيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لإلقاء كلمته، فليتفضل. والصلاة والسلام على نبيه الكريم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي السيد الأمين العام للجامعة العربية، السيدات والسادة، يطيب لي في البداية نيابة عن المفوضية الاتحاد الإفريقي وأصالة عن نفسي أن أتوجه بخالص الشكر وأصدق التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لرئاسته الناجحة للجامعة العربية في دورتها السابقة، كما أتوجه بخالص الشكر وأصدق الأماني بالتوفيق لصاحب الجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على توليه رئاسة الدورة الحالية، فكلنا ثقة في أن رئاسته الميمونة ستسهم كثيرا في الارتقاء بالعمل العربي المشترك والشراكة الإفريقية العربية ودعم أولوياتها وطموحاتها المشروعة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تنعقد هذه القمة في ظروف دولية بالغة الخطورة والتعقيد بالنسبة للعالم العربي كما بالنسبة للقارة الإفريقية على حد سواء. إننا جميعا نواجه حربا شعواء على الشعب الفلسطيني الصامت، وتزداد المخاطر الهدامة للأنفس البشرية والبنية التحتية كافة بتوسيع رقعتها إلى رفح دون أن تتوقف في المناطق الأخرى من قطاع غزة. إن الاتحاد الإفريقي منذ اللحظات الأولى ندد بشدة بهذا الدمار غير المسبوق في التاريخ الإنساني، كما طلبنا وما نزال نطالب بإلحاح لتضافر الجهود بفعالية من أجل وقف الحرب وإعمال الحل السياسي المبني على مبدأ الدولتين المتعايشتين في سلام واحترام وسيادة وأمن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. إن تفعيل هذا القرار الدولي الذي يحظى اليوم بالدعم الصريح للغالبية العظمى من الدول وشعوب العالم هو السبيل الوحيد لإقرار الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وأمن واستقرار المنطقة برمتها. إن كل تأخير في تفعيل القرار الحصيف الوحيد هو دعم لمواصلة الكارثة لمزيد من زحف أرواح الأبرياء وسفك الدماء وتدمير كل مقومات الحياة لشعب بأكمله، بصرف النظر عن كونه عبس صارخ بكل القيم والمبادئ النبيلة التي أنبنت عليها الحضارة الإنسانية. إننا في الوقت الذي نشاهد العالم نناشد العالم بالضغط القوي من أجل وقف الحرب وتضخيم الدعم الإنساني، نشيد بمجهودات كل الخيرين لبلوغ هذا الهدف، ونخص هنا بالذكر دولة قطر وجمهورية مصر العربية، ونتمنى لهم التوفيق في مساعيهما في هذا الصدد.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إننا في الاتحاد الإفريقي لمتشبثون بمبادئ وقيم الشراكة الإفريقية العربية وبالروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والسياسية القائمة بين عالمينا، وكذا بالاشتراك المصير الواحد بيننا. وإننا في هذا المقام لنعرب عن تقديرنا الكبير للجهود المختلفة المبذولة ولنتائجها المثمرة. فبصرف النظر عن أوجه التعاون الثنائي بين الدول العربية والدول الإفريقية، فإن جهود البنك الإسلامي للتنمية طيلة 50 سنة الماضية، وكذا البنك العربي الإفريقي للتنمية وصناديق التمويل والإنماء العربية في فترة مماثلة، قد ساهمت بلا شك في دفع عجلات التنمية عبر القارة الإفريقية. ولكن رغم ذلك، ما تزال شراكتنا تحت المستوى العاكس لطبيعة وإبعاد علاقاتنا. لقد أعربت مراراً وتكراراً عن رغبتنا في تنشيط هذه الشراكة لما فيه خير شعوب ودول العالمين. ولن يفوتني ولن تفوتني فرصة سانحة إلا وذكرت فيها بلا مواربة بأن شراكتنا في حجمها الراهن لا ترقى إلى مستوى تلك العلاقات التاريخية والأبعاد المختلفة. نحن وأنتم مطالبون بتلاحم حقيقي لتلاقي الخلل والنهوض بشراكتنا حول أولوياتنا في الاستثمار والبنية التحتية والاندماج الاقتصادي والتكامل التجاري ومقاومة التدهور البيئي والاكتفاء الذاتي والتقنيات الحديثة، ولتعزيز التضامن في المحافل الدولية حول قضايانا واهتماماتنا المشتركة. إن الاضطرابات الشديدة في عالم اليوم لا تترك لنا عذراً في التراخي. لذا فإنني أدعوكم إلى وجبة جادة على أساس إرادة سياسية أكثر تصميماً وأدق تخطيطاً وبرمجة. أصحاب الجلال والسمو، إن الأوضاع في السودان والحرب المدمرة التي تدور رحاها في كل مناطقه يجب أن تتوقف فوراً، وأن يجلس أهل السودان في حوار مباشر بينهم بعيداً عن كل تدخل أجنبي. كما يلزم أن ندعم بجد وإخلاص الإشقاء في ليبيا من أجل المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسساتهم والمضي ببلدهم إلى بر الأمان. إن الوضع في الصومال يستدعي مضاعفة التضامن مع هذا البلد الشقيق لتحقيق النصر النهائي ضد الإرهاب ولإعادة توحيد البلاد وتعزيز السلم والمصالحة وإعادة البناء والإعمار. إننا في الاتحاد الإفريقي على أتم استعداد للعمل المشترك معكم لتحقيق الغايات المنشودة تلك. أتمنى لقمتكم الغراء كامل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر معالي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على كلمته، وندعو معالي السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وطماجستي لروا حمد من الخليفة السوفران دي روايوم دي بحرين، ريزيدان دي لا 33 سيسيون دي كونسي دي لا ليك دي زيتا عرب. وماجستي التاس اكسلانس اكسلانس أحمد أبو الغيث سكرتير جنرال دي لا ليغ دي زيتا عرب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. Il m'est agréable d'adresser mes sincères remerciements à Sa Majesté le roi Hamad bin Isa al-Khalifa, souverain du royaume du Bahreïn, ainsi qu'à tous les dirigeants des États de la Ligue arabe pour la tenue de cette session
implorant Allah le Tout-Puissant de couronner de succès vos assises. Je me réjouis également de rendre hommage au Royaume d'Arabie Saoudite pour sa présidence de la session précédente et pour les réalisations qu'il a accomplies en faveur de la Saoudie, والتي نجحت فيها إلى حد كبير جدا، وأن أشكر كل المجهودات التي قاموا بها، وهذا طبعا تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان حفظهم الله. إن المشاركة أو مشاركة منظمة المؤتمر الإسلامي في هذه الدورة جاءت لتأكيد عمق العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. إن عملنا المشترك وعلاقاتنا المتأصلة في التاريخ هو هذا ما يجمعنا وما يجمع بلداننا وأيضا يجمع نظرتنا المستقبلية وأيضا نظرتنا إلى الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إن هذا المؤتمر ينعقد أياما معدودة فقط بعد انعقاد المؤتمر العالمي المؤتمر منظمة التعاون الإسلامي. هناك آمال كبيرة معلقة من قبل شعوبنا وخاصة من قبل الشعب أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون إلى حرب غاشمة، حرب وحشية جاءت على الأخضر وعلى اليابس، والتي حصدت إلى حد الآن عشرات الآلاف من الضحايا، أكثريتهم من النساء والأطفال، ومن دون التكلم عن تقريبا مئات الآلاف إذ لم نقل الملايين من النازحين الذين اضطروا إلى النزوح قسرا. وحرب أتت على المستشفيات وأتت على البنية التحتية والتي ضربت عرض الحائط كل القرارات الدولية والقرارات الأممية. علينا أن نعمل بتضافر الجهود حتى نصل إلى عقد مؤتمر دولي يهدف إلى تدارس ما يجري حاليا في فلسطين الشقيقة. وعلينا أن نعمل على مستوى وزراء الخارجية حتى نتدارس وحتى نخرج بقرارات قوية لحماية الشعب الفلسطيني من ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. وطبعا ينبغي علينا أن نتخذ كل القرارات التي ستمكن الإخوة الفلسطينيين من البقاء على أرضهم، وعلينا أيضا أن نشهد كل المسؤوليات على المستوى العالمي حتى نوقف هذه الحرب الغاشمة، هذه الحرب الدموية. علينا أيضا أن نحرك كل الوسائل القانونية والقضائية المتاحة على المستوى العالمي حتى نضمن حماية لأبناء الشعب الفلسطيني وأيضا لمحاسبة الجنات. نحن نستقبل بصدر رحب كل ما قيل وكل القرارات التي تمخضت عن الأمم المتحدة، وأيضا طبعا وما قيل أيضا فيما يخص العضوية الكاملة لدولة فلسطين حتى يتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه مثله ومثل شعوب العالم. وطبعا علينا أن ننظر بإيجابية لهذه المبادرة ولهذا القرار، وعلينا أن ندعمه إلى حد بعيد. أصحاب الجلالة وأصحاب السعادة، فطبعا الحوار يبقى هو السبيل الوحيد من أجل إحلال السلام ومن أجل
يعني تحقيق الأهداف المرجوة في على أرض الواقع، فإن منظمة الاتحاد الإسلامي تشجع كل الأطراف على أن تعتمد على الحوار من أجل الوصول إلى السلام ومن أجل الوصول إلى الاستقرار المرجو في كل أرجاء الوطن العربي، وهذا هو السبب الذي عملنا عليه في كثير من المرات مع الصومال، مع السلطات الصومالية، وأكدنا على وحدتها الترابية وعلى استقرارها أيضا، وأيضا لمجابهة الإرهاب والتطرف أيضا، وأيضا عملنا في العديد من المجالات من أجل محاربة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية، وخاصة الحوادث التي تم خلالها إحراق نسخ من القرآن، ونحن نعمل مع المجتمع الدولي من أجل الحد من المظاهر، مظاهر خطاب الكراهية وغيره، ونحن نشجع طبعا التحاور بين مختلف الحضارات ومختلف الأديان، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا في أعمالنا هذه. كلمته. ونبدأ الآن على بركة الله كلمات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الكرام، وأدعو صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي العربي الهاشمي الأمين. أخي جلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة، أصحاب الفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أعرب لأخي جلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة ولمملكة البحرين الشقيقة عن بالغ الشكر والتقدير على حسن الاستقبال والتنظيم، وأن أتقدم بشكر إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمملكة العربية السعودية الشقيقة على جهودهم في تنظيم الدورة السابقة. الإخوة القادة، واقع أليم وغير مسبوق تشهده منطقتنا العربية في ظل المأساة التي يعيشها الأهل في غزة إثر الحرب البشعة التي وضعت جميع المواثيق والعهود الدولية على المحك. إنما يشهده غزة اليوم من تدمير سيترك نتائج كبرى في الأجيال التي عاصرت الموت والظلم، وستحتاج غزة لسنوات لتستعيد عافيتها، وما تعرضت له لن يمنح المنطقة والعالم الاستقرار، بل سيجلب المزيد من العنف والصراع. فعلى الحرب أن تتوقف، وعلى العالم أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية لينهي صراعا ممتدا منذ أكثر من 7 عقود، ونمهد الطريق أمام أبنائنا وبناتنا في أمتنا العربية الواحدة لمستقبل يخلو من الحرب والموت والدمار. الإخوة القادة، إحقاق الأمن والسلام في المنطقة يتطلب منا تكثيف الجهود لمساندة الحكومة الفلسطينية للقيام بمهامها، والدعم الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على كامل حقوقهم المشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الإخوة القادة، وفي الوقت الذي
نؤكد استمرارنا وبالتعاون مع الأشقاء والشركاء الدوليين في إيصال المساعدات إلى الأهل في غزة، فإننا نشدد على ضرورة الاستمرار في دعم وكالة الأنروة للقيام بدورها الإنساني وزيادة المخصصات لهذه المنظمة الأساسية والمهمة. ولابد من حشد الجهود الدولية لضمان عدم الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو تهجير الأشقاء الفلسطينيين، فضلاً عن وقف التصعيد في الضفة بسبب الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب. أما القدس فنحن ملتزمون بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وسيواصل الأردن حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. الإخوة القادة، لابد من تعزيز تنسيقنا العربي للتصدي لجملة التحديات أمام بلداننا وضمان احترام سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون العربية. وفي الوقت ذاته علينا مواجهة الفئات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون وسيادة الدولة وأعمال هذه العصابات الإجرامية، وخصوصاً تهريب المخدرات والأسلحة الذي يتصدى له الأردن بحزم منذ سنوات لحماية شبابنا من هذا الخطر الخارجي. الإخوة القادة، آملوا أن يكون اجتماعنا القادم في ظل ظروف أفضل على شعوبنا، فمن حقهم علينا أن نعمل لتوفير مستقبل يسوده السلام والأمل ويتعزز فيه التعاون الاقتصادي بين الدول العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على كلمة. وادعو الآن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، رئيس القمة العربية، الأشقاء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه بداية بالتهنئة لمملكة البحرين الشقيقة على رئاسة القمة، وأعرب عن التقدير لوجود المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال رئاستها لأعمال القمة السابقة. الحضور الكريم، تنعقد قمتنا اليوم في ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا، فما بين التحديات والأزمات المعقدة في العديد من دولنا، إلى الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، تفرض هذه اللحظة الفارقة على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين: مسار السلام والاستقرار والأمل، أو مسار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام، وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيرهم قسرياً واستيطان أراضيهم، وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية. إن أطفال فلسطين الذين قتلوا ويتموا، منهم عشرات الآلاف في غزة، ستظل حقوقهم
سيفا مسلطا على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة من خلال آليات القانون الدولي ذات الصلة. وبينما تنخرط مصر مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة ومستميتة لإنقاذ منطقتنا من السقوط في هوية عميقة، فإننا لا نجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة في إنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين. ووجدنا إسرائيل مستمرة في التهرب من مسؤولياتها والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، بل والمضي قدما في عملياتها العسكرية المرفوضة في رفح، فضلا عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع. وأؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها. كما أؤكد أنه واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن، ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تجدي نفعا أو تحقق مكاسب. إن مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية، وإن مصر التي أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكا وتحملت في سبيل ذلك أثمانا غالية وأعباء ثقيلة، لا تزال رغم الصورة القاتمة حاليا متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة من الغرق في بحار لا تنتهي من الحروب والدماء. ولذلك فإنني من هنا أمام قادة وزعماء الدول العربية أوجه نداء صادقا للمجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية، فأقول لهم إن ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض للاختبار لا مثيل له، وإن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار، فالعدل لا يجب أن يتجزأ، وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر، وهذا الوضع الحرج لا يترك لنا مجالا إلا لأن نضع أيدينا معا لننقذ المستقبل قبل فوات الأوان، ونضع حدا فوريا لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن الأجيال المقبلة جميعا فلسطينية كانت أو إسرائيلية تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام ويسود الأمن، منطقة تسمو فيها آمال المستقبل فوق آلام الماضي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كلمته. وأدعو الآن فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة ورؤساء الوفود، السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر من 7 أشهر وجرائم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية تحصد أرواح عشرات آلاف الأطفال والنساء والرجال من أبناء شعبنا في قطاع غزة.
أكثر من 120 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال سقطوا شهداء وجرحى، وأكثر من 70% من المساكن والمنشآت في قطاع غزة دمرت بالكامل، كل ذلك بغطاء ودعم أمريكي يتحدى الشرعية الدولية وينتهك الأعراف والأخلاق، حيث استخدمت أمريكا الفيتو 4 مرات خلال هذه الفترة، 3 منها لمنع وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومرة لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. أما في الضفة الغربية والقدس فقد واصلت دولة الاحتلال اعتداءاتها على شعبنا وأرضه ومقدساته الدينية من خلال جيشها ومستوطنيها الإرهابيين، فإلى متى سيستمر كل هذا الإرهاب الإسرائيلي؟ ومتى تنتهي هذه المأساة ويتحرر شعبنا ودولتنا من الاحتلال؟ في خضم كل هذا نحن لا نزال نؤدي واجبنا تجاه قضيتنا ودولتنا وشعبنا، وقد شكلنا قبل أسابيع عدة حكومة جديدة من الكفاءات الفلسطينية للقيام بمهامها خدمة لأبناء شعبنا ولتنفيذ برامج الإغاثة والإصلاح والتطوير المؤسسي وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والأمني وإعادة الإعمار. ورغم أن هذه الحكومة قد استقبلت بترحاب من العالم، إلا أنه لم يقدم لها أي دعم مالي كما كان متوقعا، كما لا تزال إسرائيل تحتجز أموالنا، ما يجعلنا في الحقيقة في وضع حرج للغاية. لقد أصبح الوقت ملحا لتفعيل شبكة الأمان، أيها الإخوة، شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود شعبنا ولتمكين الحكومة من القيام بواجباتها، كما لابد من مطالبة الولايات المتحدة الراعي الأساس لإسرائيل بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموالنا المحجوزة، وأن تتوقف هي نفسها عن استعمال الفيتو ضد شعبنا، وأن تلتزم بالقانون الدولي وتتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير. صاحب الجلالة، الأخوات والإخوة، قبل 7 أكتوبر الماضي كانت حكومة الاحتلال تعمل على تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة والقطاع حتى تمنع قيام دولة فلسطينية، وحتى تضعف السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية. ولقد جاء موقف حماس الرافض لإنهاء الانقسام والعودة إلى مظلة الشرعية الدولية ليصب في خدمة هذا المخطط الإسرائيلي، كما أن العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم في 7 أكتوبر وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة وتمعن فيه قتلاً وتدميراً وتهجيراً. نحن لم تخف علينا نتائج ذلك ومآلاته، ولذلك أعلننا موقفاً واضحاً وصريحاً فقلنا: أولاً، نحن ضد استهداف المدنيين، كل المدنيين بشكل مطلق. ثانياً، أولويتنا الأولى هي الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، لأن كل يوم يمر في حوارات عقيمة يعني خسارة 100 شهيد يومياً وأكثر منهم جرحى في قطاعنا العزيز. ثالثاً،
لابد من زيادة وصول المساعدات الإنسانية لأهلنا في القطاع، لأن من لم يمت بالقنبلة يموت جوعاً أو عطساً. رابعاً، منع تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خارج بلادهم، لا نريد أن تتكرر مأساة 48-67. البدء فوراً بتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية، وذلك بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة أسوة بقية شعوب العالم، والاعتراف بها من الدول التي لم تعترف بها حتى الآن، والذهاب لمفاوضات تنهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية حتى خطوط عام 1967. صاحب الجلالة والفخامة والسمو، رغم الانحياز الأمريكي لصالح الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن مواقف الشعوب، الآن نتكلم عن الشعوب بما فيها الشعب الأمريكي والكثير من الدول، أصبحت أكثر التزاماً بالعدالة والقانون الدولي، وأكثر رفضاً وإدانة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي على شعبنا. نحن نشيد بما يشهده العالم وبخاصة الجامعات في أمريكا وأوروبا من احتجاجات رافضة للعدوان وللاحتلال الإسرائيلي، ومناصرة لحقوق شعبنا في صحوة تسجل للشعوب المحبة للسلام حول العالم. كما نشيد بالدول التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين من دول حوض الكاريبي، ونقدر عاليا الدول التي صوتت لصالح رفع مكانة فلسطين في الجمعية العامة إلى دولة كاملة العضوية، وحصلنا على 143 صوتا. صاحب الجلالة، الإخوة القادة، أمام الرفض الإسرائيلي للسلام ومبادرة السلام العربية واستمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة وممارسات حكومة الاحتلال الهادفة لتدمير مؤسسات دولة فلسطين باقتطاع وحجز أموالنا، الأموال لنا هي مش يعني ليست منحة من إسرائيل، هي تجمعها لنا وباسمنا، وتكثيف الاستيطان واعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين على أهلنا في الضفة والقدس ومقدساتنا فيها، فقد قررنا استكمال تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بخصوص العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونطلب من الأشقاء والأصدقاء مراجعة علاقاتهم معها وربط استمرارها بوقف حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والعودة لمسار السلام والشرعية الدولية. في الختام، أتقدم لأخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على استضافة هذه القمة، كما أشكر المملكة العربية السعودية على حسن قيادتها للدورة السابقة للقمة، وأشكر القادة الأشقاء على دعمهم المستمر لقضيتنا الوطنية، وأتقدم من خلالكم بالتحية لشعوب العالم الحر التي وقفت إلى جانب شعبنا وقضيته العادلة، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا فخامة الرئيس. وأدعو الآن فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مملكة البحرين الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،
أصحاب المعالي والسعادة، أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود بداية التوجه بالشكر الجزيل إلى أخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب البحرين عموماً على استضافة هذه الدورة 33 لجامعة مجلس جامعة الدول العربية، وعلى ما أحطنا به من حفاوة استقبال وكرم ضيافة أصيل. كما أهنئ جلالته على تسلم رئاسة مجلس جامعة الدول العربية منوهاً بما يطلع به من دور بارز وقوي في خدمة قضايا أمتنا العربية. ويطيب لي كذلك أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى خادم الحرمين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان على ما تحقق خلال رئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة للدورة الماضية من إنجازات مشهودة في الدفع قدماً بالعمل العربي المشترك. ولا يفوتني في هذا السياق أن أنوه بالجهود الدؤوبة التي يبذلها سعادة الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط وفريقه في سبيل ترقية وتطوير آليات عمل جامعتنا العربية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، غني عن البيان أن الظروف التي تنعقد فيها قمتنا اليوم ظروف استثنائية بالغة التعقيد والحساسية، فذلك أمر نحسه جميعاً بمرارة وأسف فيما يتعرض له أشقاؤنا الفلسطينيون خاصة في قطاع غزة من إبادة جماعية ممنهجة، كما نحسه كذلك بعمق في ضعف قدرتنا الجماعية على التأثير الفعال دولياً، على الرغم مما نتمتع به من إمكانات تؤهلنا لأن نكون فاعلاً ناجع التأثير على الساحة الدولية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أيها السادة والسيدات، إن إصرار إسرائيل في قطاع غزة على مواصلة القتل والتشريد والإبادة الجماعية على مرأى ومسمعاً من العالم كله لا يضعف الثقة والأمل في المجتمع الدولي ومؤسساته ويرسخ القناعة بازدواجية معاييره. وهذا الوضع مما يوجب علينا كدول عربية مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق مع جميع الأطراف الدولية من أجل أن يوضع على الفور حد نهائي لهذه الحرب الهمجية الظالمة، وأن يعاد بالوضع إلى ما كان عليه قبل انطلاقها، توطئة للعمل على إقامة حل دائم يضمن حق الفلسطينيين الأصيل في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقاً لما تقتضيه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربي. فذاك هو موقفنا الثابت في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وإننا لمقتنعون أنه لا يوجد سبيل غيره لقيام الأمن والاستقرار بنحو مستديم وشامل في هذه المنطقة. وإنه لمخطئ جداً من يعتقد أنه بالتمادي في الفتك والتدمير يمكنه أن يحرز لنفسه أمناً واستقراراً دائمين على حساب الآخرين. وكما أننا ملزمون بالسعي الحثيث لوقف الحرب على غزة وتمكين الفلسطينيين من استيفاء حقهم الأصيل في إطار حل الدولتين، فنحن كذلك مطالبون على وجه الاستعجال بإيجاد حلول سليمة مستدامة للنزاعات البينية حيثما قامت في فضائنا العربي. صحيح أن الأزمات المتنوعة التي يعيشها عالمنا العربي تعود في الجزء الوافر منها إلى تعقيدات الظرف الدولي وما يطبعه أحياناً كثيراً من جسيم التحديات، لكن لقصور عملين العربي المشترك عن الحد المأمول من النجاعة دور معتبر في استمرار هذه الأزمات وأحياناً في تفاقمها. ولذا لا بد لنا من العمل على نبذ أسباب الفرقة والشقاق وعلى ترقية ثقافة الحوار ودوام التنسيق على مختلف المستويات. وإنما يجمعنا من روابط تاريخية وثقافية وعقائدية متينة
ومن بنت عليه حضارتنا العربية من عظيم قيم الإخاء والتعاضد والتآزر لا يجعل لزاماً علينا تحقيق الأمن والسلام في كامل فضائنا العربي حتى يصير بحق فضاء أخوة وتصالح وتكامل. وتعزيز عملنا العربي المشترك هو بوابتنا إلى حل أزمتنا العربية، وكذلك إلى التكيف الناجع مع ما يلوح في الأفق من تغيرات جيوستراتيجية عميقة. وإنني أرجو لهذه الدورة 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية أن تشكل نقطة تحول حاسم في اتجاه الارتقاء بعملنا المشترك إلى المستوى الذي يحقق آمال شعوبنا ويعزز قدرتنا على رفع ما تواجهه أمتنا من حاد الأزمات. لأرجو لأعمالها كل التوفيق والنجاح. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شكراً لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على كلمته. وأدعو الآن فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي لإلقاء كلمته، فيتفضل. شكراً أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني في البداية أن أتوجه بخالص الشكر ووافر التقدير لأخي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ولحكومته وشعبه الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى الإعداد المتميز لقمتنا هذه. كما يطيب لي أن أتقدم بعميق الشكر إلى أخي حضرة حاضم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ما بذلته المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهد مقدر وعمل دؤوب خلال رئاستها للدورة السابقة للقمة. وشكر موصول لمعالي الأمين العام للجامعة العربية وكوادر الجامعة على ما يبذلونه من جهود في سبيل تعزيز العمل العربي المشترك. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تنعقد قمتنا في توقيت دقيق تمر فيه المنطقة العربية بظروف استثنائية قاسية وتحديات غير مسبوقة على أكثر من صعيد، على رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذي يتعرض أمام أنظار العالم أجمع بأبشع الجرائم ضد الإنسانية التي عرفها التاريخ البشري الحديث. وفي هذا الصدد فإننا نعيد التأكيد على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا حيال هذه المسألة، مأساة التي يندى لها جين الإنسانية. ومن ثم فإننا نشدد على ضرورة اتخاذ موقف عربي حازم إزاء حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني ضد أهلنا وأشقائنا في غزة، مجددين في الوقت ذاته مطالبتنا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين العزل ووقف التهجير القسري وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام. كما نؤكد على ضرورة إعادة إحياء مسار عملية السلام على أساس حل الدولتين
ووفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة لينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف الشرقية. وفي سياق الأزمات التي تمر بها بعض دولنا العربية، فإن استقرار الأزمة في الجمهورية اليمنية ودولة ليبيا الشقيقتين يفرض علينا تحركا عربيا مشتركا فعالا، والأمر ذاته ينطبق على السودان الشقيق الذي اندلعت فيه أزمة طاحنة قبل أكثر من سنة. وإذا لم نتعاون في احتواء هذه الأزمة التي يشتعل آرها في أرجاء عديدة من البلاد، فإنها تنذر بصراع طويل وتداعيات كارثية على السودان وعلى المنطقة برمتها. وكما أسلفت، فإن تسوية تلك الأزمات يستلزم جهدا جماعيا منسقا وعملا دؤوبا مشتركا على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وأود التنويه هنا إلى أن جمهورية جيبوتي بذلت جهودا محمومة في إطار رئاستها الدورية لمنظمة الإيجاد للمساهمة في حلحلة الأزمة السودانية، ونؤكد من جديد ترحيب جيبوتي ودعمها الكامل لكل المبادرات الحقيقية التي من شأنها أن نساعد الأشقاء السودانيين على تجاوز المحنة وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الحضور الكرام، في ظل تفاقم حالة الانقسام والاستقطاب الدولي التي أفرزت صراعها لفرض الإرادات وتكريس المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي، فإنه لا سبيل أمامنا إلا الاعتماد على قدراتنا الذاتية والتكامل فيما بيننا وتوحيد جهودنا لصياغة حلول حاسمة وجذرية لقضايانا ومجابهة التهديدات الخطيرة على حاضر ومستقبل الأمة. ولن يتأتى ذلك بالطبع إلا من خلال تطوير وترقية عملنا العربي المشترك وفق نهج جديد يتجاوز المقاربات التقليدية ويضع في صلب أولياته هموم المواطن العربي. ولا يفوتني أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بأجمل عبارات الشكر والتقدير والعرفان لصاحب الجلالة والفخامة والسمو على دعمهم لترشيح معالي السيد محمود علي يوسف وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جمهورية جيبوتي لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وفي الختام أجدد وافر شكري لأخي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ولحكومة مملكة البحرين الشقيقة وشعبها العزيز على استضافة هذه القمة وعلى الإعداد الجيد لإنجاحها، داعيا الله العلي القدير أن يلهمنا النجاح والتوفيق لما فيه الخير لأوطاننا وشعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة على كلمته. وأدعو الآن فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف محمد جمال رشيد رئيس جمهورية العراق لإلقاء كلمته، فيتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك المملكة البحرين المحترم، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي المحترمون، معالي الأخ أحمد أبو الغيث الأمين العام لجامعة الدول العربية المحترم
السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي السرور أن أكون بينكم اليوم في منام العزيزة للمشاركة في أعمال الدورة 33 لمجلس قمة جامع الدول العربية، وأن تهز هذه الفرصة لأتقدم باسمي وباسم الشعب العراقي إلى جلالتكم وإلى شعب البحريني الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما أتقدم لجلالتكم بالتهنئة لترأسكم مجلسنا هذا على مستوى القمة في دورتها 33. وكلنا أمل وثقة بقدرة شخصكم الكريم على إدارة أعمال هذه القمة بكل حكمة، خدمة للعمل العربي المشترك. كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المملكة العربية السعودية على حسن إدارة أعمال القمة العربية في دورتها 32. وكذلك الشكر الجزيل إلى معالي الأخ أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة الدول العربية وللعاملين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على جهدهم في إعداد لاجتماعنا هذا وإساماتهم الفعالة في تحقيقها. نلتقي اليوم بالتزامن مع استمرار تداعيات العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني على شعب الفلسطين في قطاع غزة في انتهاك سافر لأحكام القانون الدولي والإنساني ودمار استباحة دماء الأبرياء سيما الأطفال والنساء والشيوخ، وأدى إلى استشهاد وإصابة وتشريد أكثر من 100,000 فلسطيني وبشكل ممنهج ووحشي وبما يعد إبادة جماعية بكل المقاييس. ومن هنا نجدد الموقف العراقي الثابت حكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدين دعم العراق لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الاعتداءات الوحشية المستمرة، وعلى تضامن العراق المطلق مع الشعب الفلسطيني في تحقيق طموحاته وتطلعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لقرارات الشرعية الدولية واستعادة الأراضي المحتلة كافة. يدعم العراق كل تطور إيجابي يسهم في وقف النزاع الداخلي في سوريا ويجدد موقفه الداعم إلى حفاظ على وحدة أراضيها والعمل على تطهيرها من كل ما يزعج الأمن والاستقرار فيها مع إدادة الإعمار وتوفير الحياة الحرة الكريمة للشعب السوري الشقيق. أما بشأن ما يجري في جمهورية السودان فإننا ندعو جميع الأطراف المتنازعة إلى وقف جميع أعمال العنف والحوار واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حل حقيقي للأزمة، ونؤكد إن ما وصلت إليه الأمور في هذا البلد بلد العزيز من النزاع مؤسف بين الأشقاء سوف لن يؤدي إلى مزيد من التداعيات السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة. وهنا يؤكد العراق دعمه لتحقيق الاستقرار السياسي في جمهورية السودان الشقيق واستعادة مسار التحول المدني عبر قيام الأطراف المدنية والعسكرية بترك الخلافات وترجيح كافة المصلحة العامة خدمة لمصالح الشعب السوداني الشقيق. يجدد العراق حكومة وشعبا دعمه الكامل ووقفه إلى جانب أشقائنا في لبنان لتجاوز التحديات الاقتصادية وآثار الأزمات الإقليمية والعالمية، كما يدعم العراق جميع الجهود الرامية لحل الخلافات السياسية وبناء جسور الثقة في البلاد من أجل الوصول إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.
كما يساند العراق جميع الجهود الداعية إلى إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق مصالح وطنية فيها واعتماد الخيار السياسي والحوار البناء بين الأطراف السياسية لإيجاد رؤية وطنية تجمع الأشقاء الليبيين وتقود إلى السلام والتقدم والازدهار لتحقيق آمال الشعب الليبي الشقيق. ويدعم العراق جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي يحافظ على وحدة وسيادة اليمن الشقيق، ويدعم أي خطوات بهذا الاتجاه لضمان حقوق الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار. ويؤكد العراق موقفه الراسخ القائم على احترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ويجدد دعمه لها في مساعيها لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد خدمة لأبناء شعبها العزيز. أدعوكم أيها الأخوة والمجتمع الدولي أيضا إلى التعاون الجاد لمساعدة بلدان التي تضررت جراء الكوارث الطبيعية والتغييرات المناخية الملحوظة كازدياد مساحات التصحر وشح المياه. أدعو كذلك إلى الإسراع في وضع خطط مدروسة لدفع أخطار هذه التغييرات من خلال تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمرات المعنية بقضية البيئة والاكتفاء بإصدارها وإبقائها حبرا على الورق. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، ينطلق العراق في علاقاته الخارجية وفق الثوابت أهمها مبدأ الحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الداخلية واحترام سيادة الدولة الأخرى. وفي وقت ذاته يرفض العراق رفضا قاطعا الانتهاكات التي تطال سيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه الأمنيين تحت أي ذريعة، واستخدام أراضيه ساحة لتصفية الحسابات أو أن تكون دماء أبنائه وسيلة لتحقيق أغراض سياسية لأي طرف، فإنه يحذر بأن استمرار تلك الانتهاكات والردود الأفعال المتقابلة سوف يزعزع استقرار المنطقة بالكامل التي دفع أبناء العراق تضحيات كبيرة لتحقيق ودحر آفة الإرهاب نيابة عن العالم أجمع. يشهد العراق اليوم ثورة اقتصادية وخدمية تتبناها الحكومة في إفتاح المشاريع وتقديم الخدمات الجديرة بأبناء شعبه، وبذلك أجدد الدعوة لأشقائنا إلى تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري في مقومات النجاح السياسية والمادية والبشرية التي يمتلكها العراق بوصفه بيئة استثمارية مهيئة للوصول إلى تكامل الاقتصادي وتحقيق تطلعاتنا جميعاً بتعزيز العمل المشترك، وكل أمل بأن تسدد قمتنا هذه إرادة شعوبنا للنهض نحو تحقيق أهدافنا، ونوحد كلمتنا للتناول في قضايا من موقع المبادرة وبكل منطق وحكمة. وفي الختام أود أن أعبر عن شكرنا وامتناننا إلى جمهورية العربية السورية الشقيقة لقبولها التنازل عن دورة العادية 34 عام 2025 لصالح العراق، وننتظر بفارغ الصبر الترحيب بالأشقاء في عاصمة العراق بغداد، سائلا الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خير بلداننا، وأن نجتمع دوما على وحدة الموقف والكلمة في وجه التحديات وصولا إلى المستقبل الذي تستحقه شعوبنا الكريمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف رشيد على كلمته، وأتمنى ونتمنى للعراق الشقيق التوفيق والنجاح في استضافة أعمال القمة العربية في دورتها 34. وأدعو الآن فخامة الرئيس غزالي عثمان
رئيس جمهورية القمر المتحدة لإلقاء كلمته فيتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة حفظه الله ورعاه، أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، معالي أحمد أبو الغيث أمين عام جامعة الدول العربية، الحضور الكرام، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن شكري الصادق وامتناني العميق لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وحكومته وللشعب البحرين الشقيق على كرم الضيافة وحسن الاستقبال اللذين خضينا بهما أنا والوفد المرافق منذ وصولنا إلى أراضي الملك مملكة البحرين الشقيق. كما أهنئ جلالة الملك وكذلك حكومته وشعب البحرين على نجاحهم في توفير البيئة المناسبة والظروف الملائمة لقادة الدول العربية والفدول المشارك لإنتاج هذه القمة وتحقيق نتائج إيجابية تليق بتطلعات الشعوب العربية. لا يمكنني إلا أن أهنئ وأشكر الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية ومحمد بن سلمان والي الهاد على الجهود الجبارة التي بذلتها خلال رئاستها الدورة السابقة لقمة جامعة الدول العربية، حيث اتخذت قرارا هاما ساهمت بشكل كبير في تنشيط عاملها العربية المشترك. كما لا يسعني أن أبدأ هذه الكلمة إلا وأعبر عن تهانينا لمعالي أحمد أبو الغيث الأمين العام لجامعة الدول العربية ولزملائه على التعاون الوثيق والجهود الجادة التي يبذلونها ليل نهار لتنظيم أعمالنا ومتابعتها لتصبح على أرض الواقع. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، الحضور الكرام، نعقد هذه القمة في زمن حساس للغاية على الصعيدين الإقليمي والدولي. إن بلادنا والعالم مواجهون بالفعل تحديات كبيرة في مجالات الصحة والتغيير المناخي والأمن، حيث بعد الأزمة الصحة الناجمة عن كوديف دينيف نواجه بشكل خاص آثار الحرب في أوكرانيا وبفرع المسات التي تجري أمام أعيننا في قطاع غزة. فبالنسبة للحرب في أوكرانيا بصفة رئيس الاتحاد الإفريقي، هذاك قمت مع مجموعة من رؤساء القارة الإفريقية بزيارة هذا البلد وكذلك روسيا الاتحادية بهدف القيام ببادرة وساطة الإيقاف الحرب وحق الدماء. كما تعلمون أيضا شارك بلدي جمهورية القمر المتحدة مع جنوب إفريقيا في النداء التاريخي أمام المملكة الدولية في 29 ديسمبر 2023 ضد إسرائيل توترها في الجرائم التي تركب في قطاع غزة، وتؤيد جمهورية القمر المتحدة أي دولة أو مبادرة تهدف إلى احترام القانون الدولي وكرامة الإنسان. إن الإبادة الجماعية المنجحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل حكومة الإسرائيلية في قطاع غزة وضفة الغربية والقسوة الفائقة التي يتعرض لها بالإضافة إلى الصور اليومية الواضحة والصادمات في جميع المجالات التي نشهدها تثير الضمائر وتنهك الأخلاق والأديان وتتحدى الإنسانية، فلدينا بالتالي مسؤولية تاريخيا لدفاع المظلومين والتصرف على الفور لوقف هذه الحرب التي يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن في الأراضي العربية الفلسطينية المتحلة. وفي الوقت الراهن يجب علينا التحرك
بوقف إسالة الدماء وضمان وصول الفلسطينية إلى الغذاء والمياه والرعاية الصحية والحق في المأوى. فحين تستمر جمهورية مصر ودولة قطر في بذول جهود مقدرة، نحن مطالبون بتوحيد جهودنا لتحقيق حل عادل وسريع في القضية الفلسطينية، بتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967. ومن هذا المنطلق فإن حكومة جمهور القمر المتحدة وكذلك الشعوب القمرية نعرب عن تضامننا الكامل مع القضية الفلسطينية والتزامنا بالشرعية الدولية، ونؤكد موافقتنا على القرارات الصادرة في هذا الشأن، كما نرحب بالقرار الأخير الذي أخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم من الدول الأعضاء، والذي يمنح فلسطين حقوقاً وامتيازات جديدة، ويدعو مجلس أمن إلى إداعة النظر في طلب فلسطين للإنضام كعضو كامل في الأمم المتحدة لتصبح الدولة الرابعة والتسعين بعد المئة في المنظمة. وتعبر هذا القرار عن الاستياء العالم من الوضع في غزة ومن الخوف من جهوب إسرائيل واصي النطاق على رحف. وأغتنم هذا الفرصة لأقدم الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على إيضاله الدائم والمستمر من أجل السلام والأمن في فلسطين، وعلى دعمه لإنشاء دولة فلسطين إلى جانب إسرائيل. ولهذا أبا بالنسبة للدول العربية الشقيقة في النزاع، فواجبنا أن نتعمق في البحث عن حلول الإلكات الإصلاحات، ونحث المتحاربين على إعطاء الأفضلية للحوار لتحقيق السلام والأمان الدائم في تلك الدول. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة الحضور الكرام على الصعيد الداخلي، اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لأعبر باسم الحكومة والشعب القمري وباسمي خاص شخصيا عن أمتننا العميق لكم جميعا على نصائحكم ودعمكم ومساهمتكم ومرافقتكم التي سمحت لنا بتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي بجناح خلال 2023. وأخص بالشكر دولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها، حيث كان دعمها ومساهمتها المغنية والمادية حاسمة لنجاح هذا الرئاسة. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، معالي الأمين العام دولة العربية سيد السادات، اسمحوا لي قبل الختام أن وجه الكلمة للأخ العزيز فخامة الرئيس محمد بن عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وأقول له: أخي العزيز، لا نقول لك ما قال اليهود للنبي موسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك وشعبك، إننا معكم في كل وقت وحين. وفي الختام أتمنى النجاح الكامل لهذه القمة، وعد الله العلي القدير أن يلهمنا فيما هو صالح، وجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفخامة الرئيس غزالي عثمان على كلمته. وأدعو الآن فخامة الرئيس محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في دولة ليبيا لإلقاء كلمته، فيتفضل. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أصحاب المعالي، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة، يطيب لنا أن نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى مملكة البحرين الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وكرم الضيافة التي حظينا بها منذ وصولنا إلى أرض المملكة، وعلى استضافة للدورة 33 للقمة العربية، كما
أشكر خادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية على جهودها خلال رئاسة الدورة 32 للقمة، والشكر موصول أيضاً إلى معالي السيد الأمين العام والأمانة العامة للجامعة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تلتزم ليبيا بموقفها الثابت والداعم بقوة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في غزة وفي أرجاء فلسطين المحتلة كافة، وتبذل الغالي والنفيس لنصرته في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها. ونجدد إدانتنا الشديدة للعدوان الصهيوني الغاشم على أهلنا في قطاع غزة خصوصاً وفلسطين عموماً، والذي يعد إبادة جماعية طالت وحشيته أوجه الحياة كافة من منشآت مدنية ومستشفيات ودور عبادة ومنازل، بل ومخيمات للاجئين والنازحين راح ضحيتها قوافل من الشهداء والجرحى. وإننا في هذا الإطار نشير إلى انضمام ليبيا مع جمهورية جنوب أفريقيا إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الإسرائيلي المنظورة أمام محكمة العدل الدولية. السيدات والسادة، لقد شهدت العملية السياسية في ليبيا عدة تطورات إيجابية بما فيها نتائج الجهود الحثيثة التي بذلت والتي بذلتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بالإضافة إلى جهود اللجنة المالية العليا التي من شأنها ترسيخ وإرساء مبدأ الشفافية في مجال إنفاق المال العام وتوزيع الموارد الوطنية بشكل عادل في جميع أنحاء ليبيا. وإننا مستمرون في بذل المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي. إن الشعب الليبي أيها السادة لا يقبل التدخلات الخارجية السلبية، وإن الحل ينبثق من الليبيين أنفسهم، وإننا نبذل كل ما في وسعنا للتواصل مع الجميع دون استثناء واقتراح المبادرات التي من شأنها تعزيز الثقة بين الأطراف وخلق توافق يقود إلى إجراء انتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية دون المساس باستقلالية قرارنا وسيادة بلدنا. وهنا أشيد بالدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية وأمينها العام في دعم الحوار الليبي للوصول في أسرع وقت ممكن إلى انتخابات حرة ونزيهة. ختاماً، أتمنى لهذه القمة التوفيق والنجاح والخروج بقرارات تكون سنداً ودعماً لشعوبنا ومنطقتنا ولكفاح الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويلات الحرب والتهجير والإبادة الجماعية. وشكراً. شكراً لفخامة الرئيس محمد المنفي على كلمته. وأدعو الآن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية لإلقاء كلمته، فيتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة رئيس القمة العربية 33، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أصحاب المعالي والسعادة، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الامتنان لمملكة البحرين الشقيقة بقيادة أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد على الاستضافة الكريمة لهذه القمة وحسن التنظيم والوفادة. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى أخي خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما بذلوه من جهد خلال رئاسة المملكة للدورة الماضية ومساعيهم المثمرة في توحيد الكلمة والموقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتعزيز العمل العربي المشترك في مرحلة عصيبة من تاريخ أمتنا. كما أشيد بجهود الأمين العام للجامعة العربية
وكل العاملين معه على تعزيز العمل المشترك والفاعل في هذه المرحلة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، تنعقد هذه القمة في ظروف عربية بالغة التعقيد مع استمرار الحرب الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي الغاشم للشهر السابع على الشعب الفلسطيني المقاوم والصابر، الذي يترقب من هذا الاجتماع قرارات شجاعة لإنهاء معاناته وتحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة. وتجدد الجمهورية اليمنية من هذا المنبر التأكيد على موقفها التاريخي الثابت والمبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته التي ما تزال وستبقى هي القضية المركزية الأولى للشعب اليمني، حتى في ظل ظروف الحرب القاهرة التي فرضتها الميليشيات الحوثية الإرهابية على الشعب اليمني بدعم من النظام الإيراني. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد أكدت هذه المحنة أن التضامن العربي والدبلوماسية الفعالة هي خيار مثالي لمواجهة قوى الاحتلال والاستبداد والعنصرية التي تلجأ إلى العنف المفرط هروباً من مواجهة الحقيقة. كلما لاحت في الأفق أي فرص للسلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وهو ما تجلى من خلال جهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أثمرت تضامناً دولياً غير مسبوق إلى جانب الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أقر بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وإنه لمن دواعي الارتياح أن يستمر هذا الجهد الدبلوماسي الجماعي العربي في مختلف المحافل جنباً إلى جنب مع المساعي الحميدة للأشقاء في جمهورية مصر العربية ودولة قطر لاحتواء وحشية العدوان الإسرائيلي، على أمل أن تقود هذه الوساطة المقدرة إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار والتخفيف من هول المأساة. وهنا أعود للتذكير بأهمية التفريق جيداً بين هذه المواقف وجهود المؤازرة الرسمية المسؤولة التي تهدف إلى إيجاد حلول حقيقية لقضية الشعب الفلسطيني، وبين محاولات القفز الانتهازي على المحنة بغية تحقيق مكاسب سياسية توسعية في المنطقة وادعاء بطولات وهمية لم تسهم في شيء سوى الإضرار بمصالح واقتصاديات شعوبنا وأمنها القومي وتشتيت الاهتمام الدولي بعيداً عن جحيم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن الحرب اليمنية التي أشعلتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني في بلادنا قبل 10 سنوات ستبقى من أكبر التحديات للبلدان العربية ومصالح شعوبها. ذلك أن المخاطر المرتبطة بممارسات تلك الميليشيات لن تنتهي بتهديد أمن الملاحة الدولية وحرية التجارة العالمية، بل من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة وإفشال أي فرصة لتنمية بلداننا وتبادل المنافع ونشر المعرفة بين شعوبها كما تأمل مقررات هذه القمة. إنني على إدراك كامل بالمحاذير التي يطرحها البعض بشأن عدم انتقاد أي فعل موجه ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، لكنني أتحدث هنا عن جماعة مارقة من قومنا لا تملك من الرصيد الأخلاقي ما يؤهلها للدفاع عن القضايا العادلة، وهي التي تسببت بمقتل أكثر من 500,000 شخص من أبناء شعبنا اليمني وتشريد أكثر من 4 ملايين آخرين، وحاصرت المدن وصادرت الممتلكات وفجرت المئات من دور العبادة والمنازل وأغرقت البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وهي اليوم تواصل الهروب من استحقاق السلام ودفع رواتب الموظفين إلى خيار الحرب والتباهي باستهداف المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية التي أضرت بالقضية الفلسطينية وحولتها إلى مصدر تهديد للمنطقة والعالم، وهي القضية التي كانت وستظل أساساً للحل وقصة كفاح ملهمة من أجل الحرية والسلام. ومع كل ذلك فإننا في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة نثمن الجهود الإقليمية والدولية للتسوية للوصول إلى حل شامل للقضية اليمنية
بالاعتماد على المرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية وخصوصاً القرار 2216. وعند الحديث عن مخاطر غياب العمل الجماعي المشترك يكفي أن نتعلم من الحالة اليمنية كيف يمكن لميليشيات إرهابية أن تلحق ضرراً بالغاً بالمنطقة والعالم بأسره عندما يترك بلد عربي واحد عرضة للتدخلات المعادية للأمة وهويتها ودولها الوطنية. ولهذا وجب التنبيه من إخضاع قضايانا المصيرية لحسابات آنية مع استمرار تلك التدخلات في شؤوننا الداخلية، لأن الخطر يمكن أن يداهم بلداننا واحداً تلو الأخرى. وانطلاقاً من هذه التجربة فليس أمامنا من خيار لمجابهة تحدياتنا المشتركة إلا بالتصدي لمشروع استهداف الدولة الوطنية في المنطقة العربية وردع التدخلات الإيرانية في شؤوننا الداخلية عبر ميليشياتها العميلة، كما يتطلب الوضع مضاعفة التنسيق لمكافحة التطرف والإرهاب وإنهاء الخلافات البينية والحروب والانقسامات الداخلية والاستثمار في مواردنا الكامنة للحد من البطالة والأمية وتحسين فرص العيش وتشارك خيرات التنمية والمعرفة والتقنيات الحديثة. في الختام، إننا على ثقة بأن تكون هذه قمة الحكمة برئاسة أخي جلالة الملك حمد بن عيسى لتمثل تحولاً مهماً في مسار العمل العربي المشترك، مستلهمين من هذا البلد العزيز إدارته الحكيمة للتحديات ونجاحه الفريد في تحصين جبهته الداخلية والدفاع عن هويته الوطنية العربية كمثال يحتذى. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لفخامة الدكتور رشاد محمد العليمي على كلمته. وأدعو السيد عزيز أخنوش رئيس حكومة المملكة المغربية الذي سيلقي كلمة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، فليتفضل. شكراً. لي الشرف أن أتلو عليكم النص الكامل لكلمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أخي الأعز صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، رئيس القمة العربية، أصحاب جلالة والفخامة والسمو والمعالي معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أود في البداية أن أعرب لأخي الأعز صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن خالص شكري وبالغ تقديري على دعوته الكريمة لنا لحضور هذه القمة العربية، متمنيا لمملكة البحرين الشقيقة كامل التوفيق في رئاستها لهذه الدورة 33. كما أتوجه بجزيل الشكر لأخي المبجل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الرئاسة الناجحة للقمة العربية في دورتها السابقة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، إن انعقاد هذه القمة الهامة في ظرفية عصيبة جهوياً ودولياً يجسد حرصنا المشترك على مواجهة القضايا الملحة لأمتنا العربية وفق رؤية استشرافية وواقعية تروم النهوض بالأوضاع الراهنة ورفع التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهها. وفي هذا الصدد، فإن الظروف الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة تجعلنا أكثر إصراراً على أن تظل القضية الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط. وهنا نجدد التأكيد على دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.
لقد أبانت الأعمال الانتقامية في قطاع غزة عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. لذلك نجدد إدانتنا القوية لقتل الأبرياء، كما نؤكد أن فرض واقع جديد في قطاع غزة ومحاولة التهجير القسري للفلسطينيين أمر مرفوض، لن يزيد إلا من تفاقم الأوضاع ومن زيادة حدة العنف وعدم الاستقرار. وهنا نؤكد بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة، مشددين على ضرورة الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بأكمله وبكيفية مستدامة، وتعزيز حماية المدنيين العزل. وبصفتنا رئيس لجنة القدس سنواصل وبتنسيق وثيق مع أخينا فخامة السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين بذل المساعي الممكنة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة. وبالموازاة مع ذلك نواصل من خلال العمل الميداني الذي تطلع به وكالة بيت أمال القدس الذراع التنفيذية للجنة القدس إنجاز خطط ومشاريع ملموسة تروم صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم وبقائهم في القدس. أما في ما يخص الأوضاع الأليمة والمؤسفة التي تعيشها بعض الأقطار العربية الشقيقة، فإن المملكة المغربية بيحدوها الأمل في أن تستقر الأوضاع بهذه البلدان على أساس تغريب الحوار والمبادرات السلمية بعيداً عن منطق القوة والحلول العسكرية للوصول إلى حلول عملية ناجعة ومستدامة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، إننا نسجل بكل أسف أن التكامل والاندماج الاقتصادي بين بلدان منظمتنا لم يصل بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه رغم التوفر كل مقومات النجاح لدى دولنا. وهنا يجب التأكيد على أن هذا الوضع ليس قدراً محتوماً، وإنما يتطلب اعتماد رؤية واقعية تؤمن بالبناء المشترك وتستند إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والامتناع عن التدخل في شؤونها وعن زرع نزوعات التفرقة والانفصال. وفي هذا السياق لا يسعنا إلا أن نتأسف من جديد على عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية، ولا سيما من خلال ضمان حرية التنقل لأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين دوله الخمس. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو المعالي، إن مستقبل أمتنا العربية يظل رهيناً بإيجاد تصور استراتيجي مشترك وتوفر إرادة سياسية صادقة لتوطيد وحدتها ورص صفوفها بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا وتحقيق تطلعاتها إلى المزيد من التفاهم والتواصل والتكامل بين مكوناتها. وهو ما يقتضي إعطاء عناية خاصة لثروتنا البشرية في مقدمتها الشباب العربي وفتح آفاق التأهيل والارتقاء أمامه، لا سيما من خلال تمكينه من وسائل وآليات التعليم والتكوين الحديثة وتوفير المزيد من فرص الشغل في مختلف المجالات، مما يؤهله للانخراط في الحياة السياسية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. ذلك أن إعداد وتأهيل شباب واعي ومسؤول هو الثروة الحقيقية لدولنا، هو السبيل الأمثل لتعزيز مكانتها وجعلها قادرة على النهوض بقضاياها المصيرية وأن تكون فاعلاً وازناً في محيطها الإقليمي والدولي. وفقنا الله جميعاً
لما فيه خير خير وصلاح أمتنا العربية وتحقيق التطلعات المشروعة لشعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لمعالي السيد عزيز أخنوش على كلمته. والآن أدعو دولة السيد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية لإلقاء كلمته فيتفضل. شكرا صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية. يسرني أن أتقدم بالشكر أولا لمملكة البحرين قيادة وشعبا على احتضانها قادة العرب على أرضها في هذه الظروف الصعبة التي تعصف بعالمنا العربي. والشكر موصول إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على كل الجهود التي بذلتها خلال ترأسها الدورة السابقة. يأتي لبنان إلى قمات البحرين على متن بحر من الأزمات تلطمه أمواجها من كل جانب، لكنه في الوقت نفسه واثق بأن بر العروبة هو الرصيف الوادع الذي يحميه من أخطار العواصف. سأتحدث أمامكم عن ثلاثة مواضيع تشكل موضع قلقنا ومتابعتنا هذه الأيام. أولاً، إنما يشهده لبنان من أحداث وتصعيد على الحدود الجنوبية منذ أكثر من 7 أشهر تزامناً مع ما يعانيه أهالي قطاع غزة من وجع أليم ليس سوى نتيجة طبيعية لتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا المؤمن بالسلام والعدالة، وفي ظل انتهاكات إسرائيلية المستمرة لسيادته الوطنية وخرقها المتمادي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 التي وصلت هذه الخرقات إلى حوالي 35,000 خرق منذ صدوره في العام 2006. فلبنان من فك يبادر منذ اندلاع هذه الأحداث إلى أطلاق النداءات لوقف إطلاق النار والحفاظ على الاستقرار والهدوء، محذراً من أن تمادي إسرائيل في ارتكاباتها سوف يساهم بتدحرج رقعة الأزمة وإشعال المنطقة لا سمح الله. من هذا المنطلق نجدد اليوم أمامكم التزام لبنان قرارات الشرعية الدولية، ونطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا المحتلة ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها البرية والبحرية والجوية، والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة. الملف الثاني الذي يشغل بالنا يتعلق بتزايد أعداد النازحين السوريين في لبنان، ما يشكل ضغطاً إضافياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والموارد المحدودة لوطننا. لبنان الذي تحمل العبء الأكبر منهم يعول على ما تم تحقيقه من تطور في الموقف العربي الجامع مع عودة سوريا إلى الجامعة الدول العربية في قمة جدة العام الماضي، آملين تفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا مما يساعد على تحقيق رؤية عربية مشتركة متفق عليها وبلورة آلية تمويلية لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، حيث ينبغي التوقف عن استخدام هذه القضية التي باتت تهدد أمن واستقرار لبنان والدول المضيفة والمانحة على حد سواء. كما نؤكد استعداد لبنان الكامل للتعاون وخصوصا مع دول الجوار العربية والأوروبية من أجل معالجة هذه الأزمة ووضع حد لها من خلال تأمين عودة السوريين إلى بلدتهم إلى بلدانهم التي أصبحت آمنة، وتقديم المساعدات اللازمة والمجدية لهم في بلدهم، وتأمين مقومات الحياة الأساسية لسكان القرى والبلدات المتضررة. فهذه مشكلة تتراكم عندنا وهنا على وهن، وهي معضلة جميعنا شركاء في حلها. أما رأس الأزمات عندنا والذي يحتل الأولوية في الاهتمام وليس في الترتيب فهو شغور سدة الرئاسة الأولى
وعدم توصل اللبنانيين حتى الآن إلى آلية اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد الانتظام إلى الحياة الدستورية، وأن اللبنانيين يعولون جدا على الدور الفعال للأشقاء العرب ولا سيما أعضاء اللجنة الخماسية من أجل مساعدة القوى السياسية اللبنانية على إنجاز هذا الاستحقاق الذي يشكل الحوار مدخلا لا بد منه لاستعادة الاستقرار وأطلاق ورشة التعافي والنهوض. صاحب أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، أيها الحضور الكريم، إن قضية فلسطين هي قضيتنا العربية الأولى، ونكبتها ما زالت تعصف بعالمنا العربي وتهدد أمن واستقراره وازدهاره في ظل الممارسات الإسرائيلية الوحشية وانتهاكاتها اليومية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومشاريعها التوسعية والتهجيرية. من هنا علينا العمل معا من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات وإعادة إعمار قطاع غزة وإطلاق مسار سياسي جدي وفاعل يدفع باتجاه حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، استنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي أطلقت في قمة بيروت العربية للعام 2002، وذلك في سبيل استقرار ثابت لشعوبنا لشعوب دولنا. في الختام، إن لبنان يعول على إخوانه العرب للعمل معه ودعمه ومساعدته على الخروج من أزمته ووضعه بإذن الله على سكة الازدهار والنهوض الاقتصادي. كل التمنيات لكم بالنجاح، وشكراً لاستماعكم.